للشعر وقت للرزايا العناوين ويوضح العنوان نص الرسالة يا من ذر صد استمع هرجتي زين ابوك يبغى بصمته في عياله رسالة عناوين ويوضح العنوان نص الرسالة شعر تغني بصدور الدواوين فيها النقا والمعرفة والجزالة يا من ذر صد واستمع هرجتي زين ابوك يبغى بصمته في عياله خلك مع مع الميامين من يفتخر في طيب عمه وخاله معرب بروس الجدود المسمين على الكرم والمرجلة وشكاله انصحك لا تتبع طريق المقفين والمقبل اقبله وسهل قباله واسمع لا تفتقدك جموع المصلين من فارق أهل الدين عزي لحاله وانهاض إذا قفى من الليل ثلثين مخاب من صلى لربه وساله والوالدين لهم على عاتقك دين لهم يبيع الرجل حاله وماله واخوانك عوانك على العسر واللين سندك لو دارت عليك المحالة واخذ الحذر تتبع طريق البخيلين البخل طبع على الردى والحذولة خل الكرم من أجلك يا حمر العين ترى إساس الطيب وأول خصالة أهل الكرم عاشوا ملوك وسلاطين ومات البخيل وشيمة في رياله وفزع إذا جولك من البعد عاني نسرع مع المحتاج وكرم سباله واضرب لحاجة الضعوف المساكين خلك مثل